إخوة الإيمان. دونك شغل إخيمبلو مثال شخص إنسان ترابخادور جن إنسان يخدم واني طيب أطول صوبي ذا ترابخاندو الحياة مسكي مرن تخدم يجمع التمنية ألو لارغو دي صوبي ذا يتورع سيش كانتي ذا تمغان التمنية إنه صوب التصل التمنية ذي غاري التمنية ذا ذا ينفع عندي الفوتورو هذا ينفع عند خميني غا خوبي لا هذا ينفع عند مرش عند الرجيم غا بعون غيث من مسلم اي 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 يتونسيه انت خمر غمليح واخا غاسيج نورنو مانيسنا لنا يغرو ماني تقاك الشوض نيش ماني ثاق ثمسي خوز لي سي خمر ديني التمنية ثني مرمي ما على سميته فمشاني حمام ايش نهاي بينسا الناس وكوالكير ديات دقاضي حاق أتفوه نتخمر غبو مليح يروح يكسي جديد السنة نجمنت وحاقت إن أساس أنت الدرغة خمبر يروح غوريا نربحة غربوش نربحة يحفظي إني خمريت أنت تروح يجن أختي الناس تغامل تيم بوان زاس ميد الناس قد قاعد شن مشدي جار ما رد قلني لا 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 يروح يكسي جديد على السنة ها نجمنت مين يجي الناس قا إيش كان تيلا قسم ما الناس هن تخمر غذية دا ما سيغور يخمرين ذي الدا في قيم جنا الناس خو ما نشوف عند غاري بوليسيا تمنية اللي قال القانون تمنية أخذ مغذيس إيش قا كان تيلا وز ما غاري ثري ذي الدا يروح يعزمونك وين تدير بانكو يخمرين خو تمنية هني اللي قال مين تي قيم مليح مش هو جد بوسيو يخمر تاريخ خوي يخمر تمنية كوالكير بيرسون هذا ينغذاني تا الحياة نستكمل نتيج مع ذي الحسنات ونيتزاد جان فجان وايه ونشا الفجان ينبيرنا واجي شنو ينبيرانا نضاد مالطا تي كويتا ما حدا تعب حتى الحسنات ما حدا تجبدش كان تيغاد ذي دينير والشيطان يقرش الجان يوماش وايه ونشا جمع الحسنات ولكني مش نهض بين صاد الحسنات ما تملت انت مليح نغلا ني هذا شحنتين كوالكير مومنتو الجمعة هين قاعدتين كا لأعلمن أقواما من أمة ما لا تعقل من حالي يوم القيامة الحسنات اشنو يذورا روح ننفس الخون الشين ما شون ما نبين صادي الدكا مش مين خدم غمق حضيخ نغلى إخوة الإيمان يجب أن نهتم ونحافظ بل خصنا أشد الاهتمام بالمحافظة على الحسنات نق إن جمع مدى حياتنا أسقامي خلقش تجمع دي الحياة نج تجمع دي الحسنات نج تحر ديس أنت وهوين أنت هذا هو إن شاء خص تزاق بزاف النحوش ما عند التود الحسنة إخصها نصحضين الحسنة ذي الجمعة ذي الحياة مش تكمل شمر قد نعمل أعمالا نتكشن الأعمال لا نظن أنها خطيرة نتكيش الأعمال تعتقد تذواله شكت تقذ روح نتش الحسنات النش ذور انت في اخوات كان خمني غا تخصاد الحسنات تخصاد الدنيا بالاخره العمر يكبر اش تجمع الديسنت تقديش العمل يجن القول ني غيجن الفعل روح انت شن الحسنات مره اوه يجيش من خساره كثر زيته وذي نبوش من خساره كثر زيته فيتان يقال الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا نغيمسي مؤمنا ويصبح كافرا ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا الفتن النفاق الكذب الردة تمنيات ثمغارين إهنجاء مرة فينا ذي الفتن اش سبدنت خل هدف النش
فلذا فأهل الحق ونجن خير حق أقدش خطر عظيم، أقدش خطر، خطر على دينه، خطر على عقيدته، خطر على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذج الموضوع مغا وخطير جدا، لكن المقصود خصغانا ومنهان إذا أن صاحب الحق ونجن خير حق قد يتعرض طريقه إلى الله ما يصرفه نغ يمنعه نغ يصده من مواصلة سيره إلى الله عز وجل. اش دفق اش كاقش ذي العبادة ذي طع، لكن اش دفق شن الفتنة ها اش سبع خبر ذنش. إذن قد تكون من دش دغيفن قبرد مش غيفتنن، قد تكون أقوال وقد تكون أفعال. شن تعتقد ذواله؟ إذا فعلها المسلم وتلبس بها ودخل في ظلالها من دس غيوخان قد أشتسفر سدين، ثم هذا يحبط الأعمال هو، ثم بعد ذلك أذورز الخاسرين، نعوذ بالله من ذلك. إذن رحويجا يتعرضني الإنسان قبريل الدين النس قد نسميها مبطلات الأعمال، إني يبطرن الأعمال. المبطل الأعمال مين تعنى؟ شك تعمل تجد أعمال صالحة تؤجر عليها، خل أعمال الصالحة تؤجر تثاب عليها، يتيري غاكيش الرصيد عند الله الحسنات. ثم بعد ذلك تجد إجن القول نغجن الفعل، مرة من تخدم ذي وحش، مرة من تخدم ذي وحش، طحش رجنش طح انتس الحسنات النس يضيع تعبك. مرة 40 سنة شك الدقوز تجمع دي الحسنات يجن حاش تمعنات كل شيء وحش من زين وميتوا نلقى السلسلة لا إله إلا الله قاو وني ويغري التوحيد من ما غيري خاص غير الدبلومة في العالم يكمر لا بد ذي وضاد الشرك ويغري التوحيد وأثيس ها وأثيس. إذن إجن الكلمة ثني وها أذش ثوث 40 أو 50 سنة أو 60 سنة شك تجمع دي الحسنات إما رغي كثي تموث إجو ما أفقى محمد أثني أحمى ربي تقي الدين الهلالي أثني أحمى ربي السنين قوان كيسن يجن هذا الأخ وني كيسن قوان قبري ثاور التنوبي إن ونكيسن ونكيسن إن أرسل الله إن استقي الدين الهلالي معك نموريثي مذ على غير ملة الإسلام خذا ويكي جاك عالم خذا معليكي مدة ساعة تني مرة من يخذو دي الحياة نس يا رسول الله استغث الرسول فالإنسان ها من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. إذن إخوة الإيمان فلنحرص خصنا نحرص خل حسنات الناس أنحرص من جمعة أشد الحرص كتعزي من تقد فرانك أم وغه خل حرص نوش تخزت السلف النظر السلف سلف الصالح رغم قوة إيمانهم بالله عز وجل شدة تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا يخافون أن لا يكونوا من المقبل المقبولين تغي تبقذ ذلك شن عمل وزن استخبر الله عز وجل تغي تبقذ أن يسلم لإيمان صدى صياح شن نقارن خفن غاك الصحابة للسلف ورغم ذلك تخمين تبشن حش تبقذ وزن استقبل الله عز وجل. يقال الله عز وجل لقينا
إن الذين من خشية ربهم مشفقون، زيد والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، وسر زيد والذين هم بربهم لا يشركون، زيد والذين يؤتوا ما أتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة خائفة يتقوذ يتقل حاجتي يتقوذ أنهم إلى ربهم راجعون، يتقل عمل ولكتني تقوذ. أمنا عائشة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم خلا آية، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة وجلة ثنس يا رسول الله مينا إني سنشرى إني تشعر شخ مني تكنشن العمل خيري تقل وزيس تقبر الله عز وجل. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم. فعقرم ذي الدرس الماضي الجمعة يعذر إيوا يتهزد الناس صفهم لنا يا رسول الله إنه من غاية حيث الأعمال سن. الأعمال حسنات مثل الجبال ولكن نضح صفهم لنا يا رسول الله ما ذو ذين من عنان الناس من جلدتكم ذين سرمن زينغ زعاون يخدم يتق شتانا جا العمل سند العمل نغ جا النيثن سند النيثن يخدم يتقوذ ربي والزيس يقبل نشين ونخدم نزو الزين غير قبل ربي ونخدم خسنة ونخدم خطارق ونخدم خمام جديو الله عز وجل ورغم ذلك انتقوذ يعني نايح نزكى الأعمال النغ نزكى النفوس النغ نزكى خزاث الفرق جاي وذانا انتشين. إذن إخوة الإيمان ذني أعمال سيئة تحبط الأعمال الصالحة ذني شن الأعمال تعفاني ما رهدي تنت شنو في مسي أذي شنت الحسنة ذي الأعمال الشرك ونتزي الأعمال إيه يسهكون الحسنات الشرك الردة النفاق جارنا الله منهم زير حواجة. فمن وقع في شيء زير حواجة هو أحسن الله عزاءه في دينه وحسناته يروح الدين روح انتس الحسنات يقال الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيموت ما ريموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار زيد هم فيها خالد. ثم قال الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر زيد أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ثم زي الأعمال يهبطن يتاحن يتتن الحسنات الرياء يجذي موضا هنيدا الذين يراؤون الناس بأعمالهم الصالحة تقن حواش سبحانت مشيت عجيب ستحستي ما السندن هنين يتعجيب سقط راس قدام من خميني تقل شن العمل صالح يتخسفي ذبيين. إذا رأى الناس خمين غيزاي وذان ذي عذر اثنين نار ركاعي فيني تقدي هده نشتيني غاه قدا نغي تنتقل الجذينيني وذان تقجيق مش ذي هده نشق الله أكبر رايد نرفجع تغذيني السلف النظر توي تذدير اثنين يزوم نغذير خميس غال مسجد يتكايت قي خمسي السامة ويصغل جي شيء تكي خمسي السامة شعر هيد ذربي شعر هيد ذربي خمي تكيش النعمة. إذا صام يوما زعو النغن من تويته واني تدغي ما يسيخ السالف غيري مريقة بالحد قازو مغ وخنس سوال أما شكتو سجد مناسبة عاد الخاكي وذن ثقيم ذي الحخاك استني تصائم وذي الشر
لا 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 وني زمني تفقد يزغى وني كغام سرقسيني غير والله يقبر قزم الله ذواني تا ذوا ها نيقا نشتق الدعوة إلى الله عز وجل مهم يتبين هذه بين الخشوع هذه بين التدين هذه بين من لأجل ما عنده خسيني نيودان ما شاء الله ونيتا الله عز وجل كو يزيك يزو بدك الله عز وجل يزو تقشن العمل لوجه الله تعطي لوجه الله تصوم لوجه الله تدعو إلى الله لوجه الله تزكي الله واشي لحبور حارش مدحني وذني غش ذمن العمل قيث لله عز وجل لأن الرياء خفي دقيق لا يتنبه له إلا العارف الرياء تزرق ذمن ربدأ قرام الشيطان خميني تقدشن العمل خيري ثنغيت ولكتيني لا يستسلم ذاك يرزق اش تغيذية ايوه تحسميني القوى شن مرض تقد عمل تزيد زي سجنة العمل يمغى ولكتيني الشيطان لا يستسلم شكوات تقدبون اني ثنش يا ربي قنش صدق غجل العمل يا ربي وفقاي ها اثناء العمل غاك جديد الشيطان يا ربي ثبت يا ربي ثبت يا فكمر فكمر يا ربي خبر ازاي جدد النية ثلاثة حوايج غاك بذي غاز دير وسط مني غاك مر الشيطان لا يستع اش غي ضيع فنش غيني هذه يصميك إخوة الإيمان يوم القيامة ينزل الله إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جافية أرح دوره يوذن وازم ماذا بدن شاوطة يتارجي جيورة ونزا أول من يدعو الله عز وجل رجل أول وفد غيره رجل جمع القرآن زيدش تحفظ القرآن غاك العلم زيد ذا رجل يقتتل في سبيل الله ويروح غا الجهاد زيدش كذا رجل كثير المال غسطس من 8 يتصدق زيد مين تقيز وذا شترم ذا مين تنزل الرسولين ونعم يا ربي ومين زيد تقيز كذب زيد هذه راخ أخون نغني تروح غا الجهاد تقيز ما يمي تقصر هذا رفع غراء سخار زيد مين تقيز زيد 8 ذا في سبيل لا ذاك وشي غا جهنم تخص ما عندها خوميني نيوذن ندغ جهنم اقراوي الحديث فثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه مزر المنظر فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة ثلاثة من ضهم أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ذا شو شفع ذا شو المنافق ذا شو إذا عالم جي ينفق جي روح الجهة زيز زيز إخوة الإيمان ومما يحبط الأعمال من يسحقون الأعمال التأني على الله ذاين غشن بيسا سكينة فبعض الناس خمين غايزة شين الجنغار قضي الشهوات المحرمات معرض عن ربه أشيني فران أصحاب جهنم فران والله ماذا سيغفر ربه والله ماذا يتوبوني وهذا قول على الله بغير حق فالله أعلم بعباده والأعمال بالخواتيم وني جزد جنودا ما عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ربه شكم سؤول خر حوايج النش حضا يخف النش حضا النفس النش حضا الأعمال النش حضا الجب النش حضا الفرج النش حضا التنوب النش حضا هدى النش خلني أضحى ذي قال عليه الصلاة والسلام إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان ونيت إن والله ربي من يغفر فلان وإن الله تعالى قال
ربي إن من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان من يزوى خفيت ججا وأغفر بوي فلان فإني غفرت لفلان ونخز ججك وذا صفق أغفاغس الأعمال نشهوت. يلا كوري جدي حضك كوري جدي حضك في الناس كوري جدي وانا رذيج زين معصوم مرة انتحروا الجذب كوري جدي رحروا الجذب الناس كوري جدي حضا الأخطاء الناس للأفعال الناس كوري ذو هذا الأصل وحتى بوي وذان وحكم بوخي وذان من أجل معصية نغم مظهر نغم منظر دع الخلق للخالق فقد النفس نش فقد الأعمال نش فقد الخواتم نش ذا الخلوات نش خمين التريد وحدك وحدك ذا يتبان بنان ذا يغاث قيس ذي خفر نش تسندميت عنيد خمين التدار يتخك ثوات خمين التريد وحدك خمين التريد تجد خل إخوة ذا يغاث تسندي خفر نش ميت عنيد ما غاكش الوزن نغاس كبارتي وها المظهر وها ذوا سنة ذي حضا يخفر نسى الإخوة إن شاء الله ماذا يحسب ربي خفران تفران من هيك والله حما يحسب أي مرن نخس شا فران يعصار بيك ها إن شاء الله نصحه ولكن وذا يتحكم إن شاء الله يتحاسب ربي خل معصية قداني قد ساعدني قد وين دون وذا يتحيزي فشا ولكن هذا يحسب مرسي ورغديس إيه وما يقال الغيبة الغيبة تنين ذي بنامج نحاشتي تكي تقتذيس أقتذيس تني وما يقال الغيبة مرواتي تكي و... اللهم اجعل أعمالنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعل من المتقين واجعلنا عند حدودك وقافين ولشرعك معظمين وإليك توابين ولك مخلصين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، ذي الأعمال التي تحبط الأعمال السيئة هبطا الأعمال الحسنة البدع، البدع الابتداع ذي الدين. أيها الإخوة، الدين دين أكمله الله، دين كامل. الله عز وجل قرأنا في كتاب النص: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي زد ورضيت لكم الإسلام دينا. لا نقص في الدين النخ، ممنوع التوشن حشد الدين الجديد، لأن الله بجلاله وكماله هو الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ربي تالي إن الدين يكمر والو النهر ما يوجن حشد والنيد غيون شنحش جديد ويتحارب الدين. الأصل ذي العبادة ربنا قريت التوقف أرغك غير الدليل ومقان التوقف ويتتقشا ويتتقبو ثاني تمر وغاكبو الدليل. العبادة ذي الوحي واتجيزك جيفة مبودك دك. العبادة ماشي تعبد ذي ممش تخص جيو ذا نسموني ثن هو 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 شنو روح وثاذ العبادة أبدا ثم ذني شموضة نهار الثغند للأسف للأسف نهاني ذا كل جمعة وش جدلت جمعة مباركة جمعة ثين جمعة ثين ما ندق الإخوة ما نستيوم دقة تصلي على محمد دق خاتم ما نستيوم كل جمعة شديد تسكنونا نحر نسكوات هذه قوات هذه البدعة وهذا الجي اشتشي جنت براد قاوني وينين ميان لا اله الا الله ميان لا حول ولا قوه قد سوقع هذا يوقع وتقاشانش يلا يلا شخص من ديره ماني صدق زري الانسان خمني ولو العقيده وغصمي خيب تدي دو مقاش توقع شنو بدات فاطين سكيتي 20 يوم ذاك ماني
يجيو سد الدقه. الدقه لا اصل له، ذا واجب الدين، واجب العقيده، واجب تلفنج زين وخات بونتو الذيب اللي هنا الشاف قيم ذا. ياش الاصل ديال العباده التوقف؟ من يزيو سوا؟ شكون الجمعه كتسكت؟ كور الجمعه؟ من يسجد الدقه؟ تعرف دقني تعرف نغسلين سال أخذ دقة وجبوز وذيني وذيني بلوك يا ريض بلوك يا ريض لأن نحن الناس نوقيت شكسكا ذايتين كل الجمعة صافي يتا أذي السن آل المنكرات توقع عندي ما يسمى زي المولد النبوي زيد حج الشمان يحماني غواذ قواذ الدين حاشا تنغذ العلم روحوش حب 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 زيد شات كذا شات زيد هذه مغاري نار يا زند زيد شات دقة مالي زديوي رأس سنة زيد هكا ودي خاصون دي زكواغ انا وتفين او تفين زيد ندا مالي استمالي دقة قفا مغان نشتي ربدا ربدا يوميا هتستعمل مليح ماشي جمعة واستهزاز مغا دور نحتاج الله عز وجل لا يقبل عملا إلا بشرطين ربي وازيك يقبل العمل اثنين الشروط غاك باسابورتي نادي سيري اثنين بيصاغوس ما عنده تعد الإخلاص ذي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هاكش الدين ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد من أحدث في ديننا ونيد غيون شن حاج الدين شن رامون فلوريس نيشان تزميت زيت تقن ني غادي الشوعة وهو الرخاص وجيبو زيت الدين النغ خزت حتى في الزير الرسول روح تغاد السيرة النس أخي كتفين السنة النس هاك شو مقانا خسر الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الرواية النغني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ذي الأعمال أيها الإخوة التي تحبط الأعمال انتهاك حرمات الله عز وجل ذي السر تغني كخس الخطوة ونيت أمام الناس خاشع متدين متمسك طيب حنون يغض البصر جاي وذان فإذا خلا يوثير تخصطوف يغلق الأبواب تدهنس غاب عن أعين الناس ولكنه لم يغب عن نظر الله عز وجل تعدى الحدود وحطم القيود زد وبارز الله عز وجل بالمعاصي قنوات مقاطع صور زيد مواقع رسائل دردشة انا غاك غاية ثلاغة ماشنة يا زين وجرتك من الدسة حتى الانسان مريخس لي مفريض قاع وانيتا ينفضح قاع اي واحد عرم ثم غاه نشي السيور غاك شش نغني ثم غاهين وتزر فالحذر حذر أيها الإخوة الكرام كوريش نذي حذر خفنش حذر التليفون مش ممش النير حذر الطنوبينش حذر خذنش حذر خمين التريد وحذش حذر ورق بخفنش ثم زي الأعمال انتثي سكوان نغتحبت الأعمال نغتت الحسنات إتيان الصحراء زين ذو العرافين ذو الكهنة تساهل الطاس يودن تسهل من ذي الجانب خاصة النساء ونقبوا مرة في مغارين ونقبوا مرة ذن زاجا زوما حاطنت الجمعات تقنت تسي وقع شكواري أزني غاكين بوم أزرغ الشياطين أزرغ الشياطين الزنز ذو تشمينو الدين الزنز الدين تحت غفران يقال الرسول صلى الله عليه وسلم
من أتى عرافا فسأله عن شيء، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة بمجرد سؤال استطلاع قشن حاج سقسيدوها تروح غشا وصحة غشا وبزان غشا الشيطان سقسيد 40 يوم شكني غش ما تزجد وتقبل ربي يمارس مدي 40 يوم اني ماشي صغير ذني بعد الصلاة في قرش من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد كفر. إيش الصلاة؟ إيش؟ شكارعين يوم الزوج سلو وحدة تسقسي دار يزين وما يتقشع سقسي الوها وخ. فكيف بمن أتاهم وصدقهم سلو وحد غاسن ثم نذمين دشنا وثمين شات سقسيد وها 40 يوم الصلاة شو تقبل ربي تروح تسقسيد صدقت من دشينا واقع غاس قثيل قثيل قثيل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم كفار كفر بالله كفر بالقرآن كفر بالسنة خرج من الدين ونتا العمل يبطل خاسر. روح انت سل حسنات روح انت سل حسن سروح تسقسيد وها 40 يوم ثومنذ تكفار. فقولوا بربكم ما حكم من سحر مسلما ما حكم من سحر مسلما ذني شنت مغارين لا حول ولا قوة إلا بالله ثم تجي جسم علقة الطاس الشكاية تفيد جسم مني ثم غا تحت تقف تنطر تمتت جي جسم علقة وما ستمرش. ما حكم من شتت أسرة ما حكم من فرق بين الأزواج ما حكم من خرب البيوت ما حكم من تسبب في جعل الناس يعانون التصنيوذان والطيس نكسو شيء الطيس شو شيء خزة شيء من الجوا بابا سكمي السنين ووايتويريوا قال شاي زين ومسكين واسمين دسقا يما يتخص غايمة يما سوا تقبر والو يما ثني في سن 9 شهور قعد ديس وميتفغ ذي نجبد الرحم النس 28 سنتيم صويو واليني بوشين حريق سنجيث ما شنو النطاوة تفنا صيدان تفنا سدي زورا تفنا سدائر بواسع تبول ذا ذا ذو هذا اربانيون اربانيون نش ذانيتا خيمش غان قلت تسفاد مامو دك دكش تسبعد خيمش فالطمع ولا ريز غينيني مس شمبب الله عز وجل قرش ولا تقل لهما أف أقشى طعف على الصوت شم مني غادي تقدر حسن ركي يماش مني غادي باباش تومقان الرجولة واجبوش الكبار دي عدونوا تمشي واذي نبوش الشمات تسنجي ثمات واني واتهي اللي نمس بس وخنش مين ما يعني واتي تبو سكيري يا سكيري واتي فما بالك من غتس الأمة تشتزقون مس ادعى أنه خل منهج. وأخيرا إخوة الإيمان
أريد أن أذكركم كنوز كاسج نحشت. أتذكرون رمضان؟ أتذكرون رمضان؟ أتذكرون بداية رمضان؟ سيما نقبر بالتغذى النغم رمضان قيعدو. أتذكرون بداية رمضان؟ رمضان مبارك، رمضان مبارك. أتذكرون القيام؟ نجي القيام. أتذكرون الصيام؟ نزمن. أتذكرون قراءة القرآن؟ والله الذي لا إله غيره الذي نيوذا ويعظم القرآن في رمضان. أخي الكريم، رمضان ولا رمضان يا ذوب، رمضان سوق انقض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. وني جنش هذه رمضان يفيث وني ويدين شيخ صح. رمضان عندي قوانا دي ذور شك هذا ثيري. ربح ذي رمضان من صام صم كمر يصم كما أراد الله عز وجل ويابع، وني زم من الفحش تيرات ليس ويخصى. يخسوني ويقوم من الليل ذي رمضان راك الإمام ولا منفاري. يخسوني ويعظيم من القرآن ذي رمضان. يخسوني زجنك الإمام ومدي وذلوتر يفض ما يمي. من قال حديث من صلى مع الإمام زيد حتى ينصاري فرغ يكمل فله قيام ليل. شك الزوج غير ماني قوات تفتك تفغل قيخش ندور زي المغرب ذي رمضان. الزوج غذي جمع جنت جير تفغل تروغ اقسم بالله مسجد السنة يثماش نقرب غوفيق اثنين الصفوف الصفوف شوح نجام عذفة قيخ الأخ أخ عبد الكريم قد ذاني تيني من أخ ذي يجن الحصة اثنين الحصة نغسو خان قيش وذفض ثنزي ذازق مزوارا قاث عما ثيم غارين كيف كيف يدن الأذان نبدأ ذي الدرس أواني الأذان أعني 35 مينوت ولا واجنيك ومن الزوج ومن الزوج الإمام الوتر نقربه في غامل نخقل في الزيدة في الشمس نعني الإمام في عجبي القراءة نسني غسي كريمة ذورة ذورة غد نفس الشيء أنا 45 مينوتة وأنا الآذان ذي الدرس ولا يجي نهز ومفغل والله تعجب زرمتي كيف فين خميني تقنت ما مشقوان وفي غمني في مغاري خضان كلها من يزديوسا يجنو اي تفق روح غاج المسجد نغني نفس الشيء اخ يفرد زي هدات ذي رمضان ميم الزج ذمزو الزج غرعشة ثم الزج الغلقية قرمضان شوف شوف قبل غا تصدقت قبل غا تزكيت قبل غا قصيرة الرحيم ما لا تخذ تحقق التقوى في رمضان. ثلاثين انجريين تسمو امبورتانت اتظم كما صام ممشيو مع الله عز وجل ثم قراءة القرآن ثم القيام ياك الإمام يدي ثدد ثلاثة يا أوانس أوي صدق روح قصيرة الرحيم سوء أذانيت بيرو بريت رثية برا قراءة القرآن ذي القية زمض. من يجي الخلال؟ من دي
دي الإيمان دي مزيدة ألا باي والله إلا باي ألو الإيمان خمين تنارفع نغيه الإيمان الإيمان من زيت قعد من زيت سل أعمال صالح هذه جهال أكس بدل واتفذ أوسى أوسى والو العقيدة ويغري ويزما دي الدفاع مرة والله يجينا دينا أرغيني السلام أرغيني الإمام السلام عليكم زي الويتر ابن آدم تبارك الله ما شاء الله ماني غاية ذيها قاع عام يكمر وهكذ شاء قاع عام يكمر عام يكمر هذه يس رمضان يوم مرمي ها الدرس ما حندا فيك الواحد قيد دقوز ذيس الإمام يتراجع ما حندا اش يخفني الخاكي غالب من هذا السرد ها يتراجع ذا ذي الجغ يتراجع يخفن الناس تسج التكسد أخ وزتعريض الخبر لنا والو الدنيا 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 كل شيء ذا الأعذار شك يخرقش تربي ما حندا تعبد الله عز وجل رمضان يثم يعدو رمضان يعدو تعبد الله عز وجل أدي ذور رمضان عمدي كوان أتزم نمشي مع الله عز وجل أتعاض القرآن أتقوم ذا الليل يأكل إمام يديه الدهنش ثم ثوج نحوج النغلي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك واصرف قلوبنا على طاعتك نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك أسأل الله العظيم أن يخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار العلم والمعرفة ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات هذا فاغفروا لأخيكم سلاته ونسيانه وجهله وأقم الصلاة.